الفرع الأول لمتجر كونفور إليغانس، وبعد التحية والسلام لجميع المتتبعات والكليانات. كنقول لك أول حاجة عواشر مباركة بالصحة والسلامة وطولة العمر، وجمعة كذلك مباركة تنعاد عليكم بكل الأشياء الجميلة اللي كتمنوها. الله يجعل سيدي ربي ينولها لكم ويحققها لكم. حبوبات البنات، اليوم البنات اليوم غيكون عندنا فيديو شاخد. حبوبات ما غاديش نقول لكم ابتداء من 100 درهم او لا ابتداء من 80 درهم او لا ابتداء حتى من 60 درهم. حبوبات ابتداء من 30 درهم. ايه البنات اللي عندها 30 درهم غتقدم من متجر كونفور إليغانس، فما تزبيش خليك معانا. عطا الله ما يتشاف وعطا الله ما يتخدع. لكم حبوبات خليكم معانا، راه لا فيديو ديال اليوم تبارك الله وما شاء الرحمن عطا الله فيه ما يتشاف وما يتخاد. وكيف عاود قلت لكم ونعاود نذكر لكم، وابتداء من 30 درهم غتقدي ليا من متجر كونفور إليغانس. حبوبات شوفوا معايا دي كروكس بوغ انفون غارسون يفي البنات والوليدات. وها هما حبوبات كما كتشوفوا معايا ديك خوكس تبارك الله ما شاء الله بيان فيني بديك السميطه اللي كتكون لقمصه باش الوليدات الصغيورين ديالنا ما كيتاكلوش، وكتقبط ليهم الكروكس في رجيلاتهم. او غير 30 درهم البنات، 600 ريال غتاخذي ليا كروكس يا لبنيتك يا لوليدك. فمرحبا والف مرحبا وخليكم معنا في لا فيديو. وكيف كاملين كنعرفوا حبوبات وحنا على مقربه من شهر رمضان الكريم، الله يجيبوا لنا بالصحه والسلامه. حنا عارفين ان لالتي المغربيه مولات الحداقه والتاويل ما كتنسى ليا حتى حاجه تبارك الله، ما كتنسى ليا شباكيه، ما كتنسى ليا سلو، ما كتنسى ليا تموي، وما كتنساش ليا راسها. شوفوا لي حبوبات، حيت حنا عارفين هذا الشيء كامل قلنا نيسروه على المراه وما نتقلوش الكاهل ديالها، وما فيها باس مره 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 علينا ومره عليكم حبوبات. والكليانات الغاليات شوفوا لي حبوبات، شوفوا لي البنات دي صابو كانيش تبارك الله ما شاء الله بيان فيني اللي غيبقاو ليكم البنات. شحال زينه غير 40 درهم يا الله البنات، 40 درهم دي صابو كانيش تبارك الله غزالين كومبونسي مريحين حبوبات طوب ديال الطوب، ماشي خساره في وجهكم. وزينب غادي تقول لكم لي بوانتيغ اللي بقاو معنا، خليكم معنا وركزوا ليا البنات لي بوانتيغ باش اللي بغات شي موديل ما عليها الا ترجع للفيديو باش تعرف اشنو لي بوانتيغ اللي باقين ديسپونيبل عندنا. اللي انتريسي بشي لون اولا شي موديل ما عليها الا تسكريني وتواصل معنا. بالنسبه لهذا لو موديل هذا اللي كنت لابسه لكم البنات، ها هو كنت لابسه فيه فيه 7 و8 و40 و41، وكاينه لا كولور اللي لابسه انا هذه بقات فيها بياسه وحده في البلو، هذه بلو بقات فيها بياسه وحده في 40 البنات. هذا الماغو هذا حتى هو بقات فيه بياسه وحده البنات، هذا ماغو بقات فيه بياسه وحده في 41. بالنسبه لهذا لو موديل هذا ها هو اللي لبساتو لكم انا، كيجي كومبونسي بحال هكا، هذا بقات فيه جوج بياسات، بياسه هذه اللي هز لكم في يدي 39 واللي لابسه انا ل 41. هاد الموديل هذا اللي فيه الوريده في الجنب هذا بقات فيه بياسه البنات في لا بوانتيغ 41. هاد الموديل هذا ثاني اللي لابسه انا، كاين هاد الكري هذا لا بوانتيغ 41، كاين هاد النوار هذا 37، هذا ماغون البنات كاين هاد النوار 37، كاين هذا حتى هو 37، وهاد الكري هذا فونسي 40. وشوفوا معايا البنات يا الحبوبات، شوفوا لي هاد الموديل الاكثر من رائع البنات من ناحيه الراحه والاناقه. ما نقول لكمش ما نبقاش نعاودها لكم بزاف، دي صابو البنات اللي طرو كونفورتابل وحتى هما بواحد لا سوميل كتجي كومبونسي وجد مريح البنات. ومن ثمن 70 درهم اللي هي 1400 ريال غيبقى لكم غير 40 درهم، ولكن وبين قوسين لي بوانتيغ اللي بقاو عندنا محدودين غنذكرهم لكم زنوبه كل لون اشنو بقى عندنا. فركزوا معايا البنات الله يرضي عليكم، اللي انتريسي بشي لون او لا بشي بوانتيغ تركز وما على الا تواصل معنا، ودائما راح نهر راه هذا الاشاره حبوبات. هاد لا كولور البنات اللي لابسه انا بقات فيها لا بوانتيغ 40 بياسه وحده في هاد لا كولور هذه. هاني صاحبه 40 اختي. وهذه اللي لابسه انا قلت لا كولور اللي كنت لابسه هي هذه فيها 37 40 و41. كاين هاد لا كولور هذه البنات بقات فيها بياسه وحده في 38، كاين هاد لا كولور هذه في 37، كاين هاد لا كولور هادي تاهي جو بون 37 وباقا بياسة أخرى في 39 البنات. البنات هاد لا كولور هادي هادي بقات فيها بياسة وحدة في 39 البنات، هاهي بقات فيها بياسة وحدة في 39. كاين واحد لا ديفيرونس بين هاد لا كولور وهاد لا كولور، شفتو دائما وفي إطار الهميزات اللي خصصناها لأحلى وأغلى متتبعات وكليانات البنات.
شوفوا ليا وشوفوا معايا دي صابو تبارك الله بواحد اللوينه جد رائعه. ودائما وكما كنقول لكم البنات كل لون اشنو بقى عندنا فيه في لي بوانتور وغير بثمن 40 درهم غتاخدي ليا وللي عزيزه عليا ليك وللي عزيزه عليك لميمتك لخيتك لعكوستك وغير بثمن 40 درهم. هيا زنوبه غتقول لكم كل موديل وكل لون اشنو اللي ديسپونيبل فيه في لي بوانتور حبوبات. نتوما البنات انا غنشوف نوريكم لي موديل مع لي بوانتور. بحال مثلا هذا الموديل بقات فيه 41 كاين هذا لو موديل هذا بقات فيه بياسه حتى هو في 41 كاين هذا حتى هو بقات فيه بياسه في 41 عندنا هذا لو موديل هذا بقات فيه البنات 40 و 41 ها هو هذا اللي ذكرت لكم في الاول 40 و 41 كاين هذا البلون هذا بقات فيه لا بوانتور 40 بياسه وحده. ندوز معكم لهذا الموديل هذا بقات فيه 40 البنات هذا بقات فيه لا بوانتور 39 كاين ال 41 وكاين ال 40 وكاين هذا السامبل هذا في لا بوانتور 40. ندوز معكم لهذا الموديل هذا بقات فيه بياسه وحده في 41 كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي كومبونسي بقات فيه بياسه وحده في 40 كاين هذا اللي كيجي كروكو فيرني كاين نوار ديالو 41 كاين هذا لو بيج هذا بوانتور 39 بياسه وحده كاين هذا الكاميل هذا بقات فيه 41 وبياسه اخرى في 40. هاد الموديل البنات في هاد البلو هذا بقات فيه 41 هاد البلون هذا حتى هو 41 كاين هذا البنات 37 كاين هذا 39 و 41. ندوز معكم لهذا الموديل هذا بقات فيه بياسه وحده في 37 وبياسه اخرى في 40 البنات كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي كيجي كومبونسي بقات فيه اون سول بياس في 41. ندوز معكم لهذا الموديل هذا البنات شوفوا لي هذا فيه هذا الباج فونسي وكاين هذا الباج كليغ. بالنسبه لهذا الفونسي هذا بقات فيه 40 و 41 هذا الكليغ هذا بقات فيه 41 وبقات فيه بياسه واحده اخرى في 40 وبقات بياسه واحده اخرى في 38. كاين هذا الموديل هذا اللي لابسه لكم نانا هذا بياسه راه هي في 40 اللي لابسه نانا كاين 41 هذه 42 البنات كاينه 42 وكاينه 41 جوج بياسات في 41 وبياسه اللي لابسه نانا في 40 40 و 42 جوج بياسات في 41 وبياسه وحده 42 اللي ما كتلقاش 42 ها هي كاينه البنات لميمتها ولا العكوسه وغير ب 40 درهم. ندوز معكم لهذا الموديل هذا بقات فيه بياسه وحده في 41 كاين هذا البلون هذا بقات فيه بياسه وحده في 41 كاين هذا النوار هذا حتى هو 41 كاين هذا لاكولور هذه 40 كاين هذا بقات فيه 37 وبياسه اخرى في 38. وندوز معكم لهذا الموديل هذا ندوز معكم لهذا الموديل هذا البنات بقات فيه بياسه في 37 بياسه اخرى في 41 وكاين هذا الباج هذا ديالو اللي بقات فيه بياسه في 41 والنوار بقات فيه بياسه في 41 البنات كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي كروكو فيرني بقات فيه بياسه في 40 بياسه اخرى في 39 وحده في 41 49 41 كاين هذا الباج هذا بقات فيه 38 و 40 البنات كاين هذا البلون هذا بقات فيه 37 كاين هذا البنات اللي كيجي مورد بحال هكا بقات فيه اون سول بياس في 41 وبثمن الرخاء والرباخه وبواحد التلوينه ولا اروع حبوبات. ودائما مع ذكر ان لي بوانتور بقاو عندنا محدودين كل ارتيكل اشنو النوامر اللي بقاو فيه البنات شوفوا ليا وشوفوا معايا دي بونطوف البنات جد جد رائعين واحد الراحه كتحسي مني كتكوني لابساها تبارك الله ما شاء الله ما نقول لكمش راه انا اللي حاسه وغير بثمن 40 درهم حبوبات 800 ريال باش غيبقى لكم هاد لي زارتيكل هادو اللي كتشوفوا معانا. زنوبه غنذكر لكم كل موديل وكل لون اشنو بقى فيه في لي بوانتور. بالنسبه لهذا الموديل هذا بقات فيه بياسه وحده في لا بوانتور 6 7 لبس دوبل بوانتور 6 و 37 هذا الموديل اللي كانت لابسه لكم نانا انا غنذكر لكم لي بوانتور. بالنسبه للكري ها هو الموديل اللي لابسه لكم نانا بالنسبه للكري بقات فيه 37 و 40 8 7 8 40 و 41 شوفوا لي البنات كاين فيه هذا لا كولور هذا شوفوا لي ما شاء الله فيه لا بوانتور 39 وفي لا بوانتور 8 8 9 البنات كاين هاد لا كولور هادي بقات فيه 7
كاين هاد لا كولور هادي بقات فيها 37 فيها ديزاين مختلف البنات. كاين هذا 41 و 37 مدوبلة جوج سبعات و 41 البنات. هاد لو موديل هذا ما شاء الله كيجي في نيون بقات فيه 40 41 جوج بياسات. كاين هاد لو موديل هذا حتى هو بقات فيه لا بوينتور 39 بياسة وحدة حتى هو كيجي كومبونسي. كاين هاد لو موديل هذا بقات فيه بياسة وحدة في 40 41 البنات. ندوز معكم لهاد لو موديل هذا شوفوا لي ما شاء الله. كاين هاد لو غوز هذا بقات فيه لا بوينتور 8 تسعود و النوار ديالو بقات فيه حتى هو 8 تسعود تلبس دوبل بوينتور. كاين هاد لو موديل هذا بقات فيه 6 7 هاد لا كولور هادي 6 7 و بياسة اخرى في 8 تسعود و بياسة اخرى في 6 7 جوج بياسات في 6 7 و كاين الكري ديالو بقات فيه 8 تسعود. ندوز معكم لهاد لو موديل هذا بقاو فيه جوج بياسات واحدة 40 41 واحدة اخرى تاهي 40 41 دوب يعني جوج قطعات في 40 41. من حبوبات ومع تحطيم الاثمان البنات انا والله ما مصدقه ان هاد لي زارتيكل هادو ب 40 درهم حيت واحد الكونفور كنحس به فعلا راحه واناقه اسم على مسمى. ولكن كما كنقول لكم وسطروا لي عليها لي بوانتي بقاو عندنا محدودين مع ديك لي بوانتيغ مع زنوبه غتقول لكم كل موديل اشنو بقى فيه حبوبات. بالنسبه للنواغ البنات اللي لابسه لهنا فيه 37 و39 و40 بالنسبه للكري بقات فيه 36 و39 بالنسبه لهاد لو باج هذا بقات فيه 36 و39 بالنسبه لهاد الغوز هذا اللي لابسه بقات فيه اون سول بيس في 36. هاد لو موديل هذا البنات بقات فيه اون سول بيس حتى هو في لا بوانتيغ 6 7 تلبس دوبل بوانتيغ حتى هو 40 درهم البنات. الفقره يا اختي خاصه غير باللي كتلبس الكارونت والكارونتيان ايه الربعين والواحد وربعين صحابة الربعين والواحد وربعين هنيئا لهن بهاد البونتوف صندال او صندال بونتوف البنات الراحة والاناقة الكونفور الاليغونس او غير بربعين درهم ولكن غير اللي كتلبس الربعين والواحد وربعين اختي انا راه كاينين جوج بياسات في 36 37 هما اختي هما هما يا اختي هي هي لابسه 6 7 وكاينه هذه حتى هي في 6 7 يعني هنيئا انت صحابه 6 و 7 ايوا هنيئا لكن حبوبات او غير بربعين درهم وهادو اللي بقاو كاملين البنات راه 40 41 ما عدا هذه وهذه اللي لابسه انا 6 7 اما كلشي اللي بقاو 40 41 وبثمن زنوبه غير 40 درهم بدل 70 درهم يلاه بالصحه والراحه مسبقا. كما انه في اطار تحطيم الاثمان هاد المره مع لي بونطوف لي اوك او لا لي اوك بانطوف البنات بواحد اللوينه جد رائعه وبواحد الاحساس اروع حبوبات وغير بثمن ارو لي ودنيكم البنات 40 درهم. شوفوا لي البنات هادو لي كولا بالنسبه لهاد لا كولا اللي لابسه لكم انا بقات فيها 36 و37 كتلبس دوبل بوانتيغ و 8 تسعود 6 7 8 تسعود بالنسبه للنوار بقات فيه 8 تسعود بالنسبه لهاد الغوص هذا اللي لابسه لكم ثاني انا ونانا بقات فيه 6 7 8 تسعود 40 41 وكاينين هاد لي كغي هادو كاملين بقات فيهم 6 6 7 يعني شوف البنات كما كتشوفوا كتكون فيهم دوبل بوانتيغ كتلبس 6 و 7 اللي كنقصد بها 6 7 يعني راه فيها هي نفسها فيها دوبل بوانتيغ 6 7 دائما البنات وغير بثمن 40 درهم اي 800 ريال حبوبات. كاين هذا الموديل هذا اللي لابسه لكم زنوبه اللي كيتعتبر بونطوف صندال او لا صندال بونطوف. المهم البنات كيجيب واحد لا بوند اللي عريضه ما شاء الله وكما كتشوفوا لا سوميل ترو كونفورتابل وغاديه مقاده. ايضا البنات عندنا هذا الموديل هذا اللي كيجي على شكل كروه كتجي بحال علامه في كروه البنات وتا هي غتبقى لكم غير ب 40 درهم في اطار سولد او الهميزات حبوبات. بالنسبه للي بونتيغ زنوبه غنذكر لكم كل موديل اشنو فيه لي بونتيغ على حيده. بالنسبه لهاد بالونسياغا بقات فيه 7 8 و 9 بالنسبه لهاد الكروازي هذا بقات فيه 7 هذا اللي لبست وبلا بونتيغ 38 وهاد لا بونتيغ هادي 41 41 8 7 البنات. مستمرين معكم في اطار عرض لي زارتيكل الهميزات وغير هاد الحبات اللي بقاو لينا البنات وبعد ما كانوا بثمن 120 درهم البنات غيهبطوا لثمن 60 درهم حبوبات. مي كما كنقول لكم دائما لي زارتيكل محدودين وزنوبه طبعا غنذكر لكم لي بوانتيغ اللي ديسپونيبل عفوا حبوبات. بهاد لو موديل هذا اللي لابسه لكم نانا بقات فيه لا بوانتيغ 40 41 كاين ميم ديزاين ها هو
ميم ستيل مختلفه غير هاد لا غارنيتور بقات فيه اون سول بياس في 41. كاين عندنا هاد لو موديل هذا اللي كيجي بحال هكا شفتو، هذه فيه زياده ونقصان حتى هي بقات فيه اون سول بياس في 41. ها هي البنات بقات بياسه وحده في 41. كاين هاد لو موديل هذا اللي كنت لابسه لكم انا فيه 8 تسعود، كاين الغوج ديالو والنوار ديالو بقات فيه لا بوانشور. انا نشوف معكم 40 41. غندوز معكم لهاد الموديل هذا بقات فيها البنات 38 وبقات فيه 39 و36. هذه 36 كاين الكري ديالو، كاين الكري ديالو البنات بقات فيه لا بوانتور 41. ندوز معكم الموديل اخر البنات، كاين هاد الموديل هذا اللي حتى هو داز 150 درهم. شوفوا لي البنات هذا، البنات هادو راه دي بونطوف بين قوسين ديال لي فيترين، شي حاجه بيان فيني حبوبات. شوفوا لي بقات 40 في النوار والواحد وربعين. كاين هاد البلون ديالها بقات فيها لا بوانتور 38. الموديل هذا البنات صراحة راه داز بمية وعشرين درهم، 130 صراحة فن بزاف. بقات فيه بياسة واحدة في 8 تسعود، وهاد البياسة هذه اللي لابسة لكم هنا في 40 41. شوفوا لي ما شاء الله فنة أنيقة بومبي. وفي إطار الجمعة البيضاء حبوبات، وبما أنها أول جمعة في شهر شعبان الكريم حبوبات، حلو ليا الودينات وسمعوا لي اش غنقول لكم. لي كروكس اللي كيمشيو الصيف والشتاء، علاش قلت لكم صيف والشتاء؟ حيت الا بغيتي تلبسها في الشتاء غتضربيها مع دوك التقيشرات، هذوك البنات راه كيجيو معاها. بغيتي تلبسها في الصيف غتلبسيها صون تقيشرات حبوبات، وغير بالثمن 60 درهم البنات بين قوسين. مني الباترون قال لنا هادو 60 درهم انا الاولى غناخذ منهم، وصدق او لا تصدق غير 60 درهم حبوبات. شوفوا لي زنوبه كتوريكم كيفاش ممكن تحيدي ليا التقيشره اوكا، او بغيتي تصبنيها ولا بغيتي تلبسيها صون تقاشر. ونعاود نكرر 60 درهم. ها هي البنات كتحيديها، كيجي الكروكس على هذا الشكل من الداخل، هذه كتحيدها كتصبنيها، وهنا تديري واحد الفراش وتلبسيها بلا هذا، ديري فراش عادي باش هنا ما تضركش، تلبسيها عادي وهادي راه تتصبن. شوفوا لي لا سوميله البنات، شوفوا لي لا فينيسيا، شوفوا لي هادي ديالي. بالنسبه لي بوانتور البنات، بالنسبه لهاد النوار هذا بقات فيه 6 7 و 8 9 هاد النوار هذا. بالنسبه للكري حتى هو بقات فيه 6 7 و 40 41. كاين هاد الغوز هذا بقات فيه 40 41 و 8 9. كاين هاد الموديل هذا حتى هو راه كتحيد ليه التقشيره. كاين هاد الباج هذا البنات بقات فيه قطعه واحده في 8 9. كاين هاد الموديل هذا اللي لابسه لكم انا كاين في النوار ديالو 40 41، وهاد الغوز هذا بقات فيه 6 7 و 40 41. بالنسبه للبلون بقات فيه 8 9 و 40 41. كاينه واحد الملحوظه، مني كتقول لكم زنوبه 36 37 او لا 38 39 او لا 40 41، فكتقصد ان لا بياس لارتيكل كتلبس دوبل بوانتور، بحال دابا 36 37 كتلبسها وحده تكون فيها دوبل بوانتور 8 9 او لا 8 9 هي ارتيكل وحده اللي كتلبس مولات 8 حتى مولات 9. هذه 6 7 انا جاتني شويه كبيره، راه كنحاولوا البنات نشرحوا لكم باللي ديتاي وبالتفصيل باش هكا اللي بغات شي حاجه يعني كتركز معنا وتعرف اشنو كاين. وشوفوا معايا حبوبات، شوفوا لي هاد العام اللي ما لبستش الميني اوك غتلبسهم طبعا مع متجر كونفور اليغونس، او غير بثمن 50 درهم حبوبات في اطار الشفافيه والمصداقيه. غنقول لكم واحد الملحوظه، هاد لي اوك ما كيجيوش لي رجليها عامرين بحال الستيل ديال رجليه، غير هادو اللي كنهضر عليهم ماشي لي اوك الاخرين، غير هادو البنات كيبغيو الرجل تكون هكا رقيقه، حيت لو ستيل ولا لو شارم ديال لي اوك ان الرجيله خاصها تدفن فيها، فانا رجلي عامره وغليظه ما عطاوش فيها. داكشي علاش كنقول لكم اللي رجلها هكا رقيقه راه غيجيها الميني اكس تبارك الله وغزال ما شاء الله. وكما قلت لكم بجوج تلوينات وغير بثمن 50 درهم. زنوبه غتذكر لكم لي بوانتيون اللي بقاو، هذا كامل هذا اللي لابسه بقات فيه 6 و 47. كاين هذا لو باج هذا بقات فيه 36 و 40. وننسيك في لون اختي عاشقات البهجه والسرور، بواحد التلوينه ولا اروع حبوبات. لا كولور روج، لا كولور فيشيا البنات روز فيشيا، لا كولور روز بيبي، اي لا كولور نوار بالبلو سيال، او بثمن الله يمندوي 50 درهم.
قولوا لي واش هذا رخا ولا دوخه. بالنسبه لي بونتيغ البنات طبعا ودائما وبين قوسين لي بونتيغ بقاو عندنا محدودين. ركزوا باش تعرفوا الا بغيتوا تكومونديو اي لون اشنو بقى فيه. وهذه ديالي صحه وراحه. بالنسبه لهذه اللي لابسه البنات 37، هذه 37 وباقي فيها 39 وباقي فيها 40. بالنسبه لهذا الغوص فيشي هذا بقات فيه لا بونتيغ 39 وحده اخرى في 40. كاين هذا الغوز بيبي هذا بقات فيه لا بوينتيغ 40. بالنسبه للنوار بقات فيه 7 و9. بنات وسبحان اللي ما ينسى ولا يسهى، والله قسم الا تقوا بيا هذه الكلمه كنقول لكم سيريوزمون. الباترون ديالنا عيط لينا قال لنا هاد السونطال هادو غديروا ليهم 50 درهم، حنا بكثره الثمن اللي سمعنا دوخنا دوخنا، والدوخه ديالنا خلاتنا نسوا واحد لاكولور. شوفوا لي البنات لاكولور جون سيترون، وما ادراك ما جون سيترون، حتى هو داخل لكم اطار السولد والهوته اللي غتبقى لكم غير 50 درهم حبوبات. بالنسبه لي بوانتيغ 37 38 39 40، يعني باقي السيري كامله البنات بصحتكم براحتكم ودائما غير 50 درهم. ثلاثه التلوينات يا البوغوسات، شوفوا ليا لي كروكس الصيفيين عاوتاني جاو كما قلت لكم البنات من 37 ل 40 وبثمن 70 درهم غيبقاو لكم. كيتلبسوا على هذا الشكل هذا اللي كما كتشوفوا معايا انا، ممكن تلبسيها هكا ممكن تلبس بهذا الشكل هذا بلا سانتور، يعني كتقبط من اللور وممكن ديري لا سانتور غير القدام كما قلت لكم من لا بوانتيغ 37 ل 40 وبثمن 70 درهم البنات. نهضر لكم على هاد لي ميني اوغ اللي لابسه لكم انا وزنوبه. قبيلات قلت لكم هذوك لي اوغ الاولين اللي ب 50 غرام ما كيجيوش للي رجليها عريضه وعامره بحالي، مي دابا شوفوا ليا الحبابات، شوفوا 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 كي جاوا. شوفوا باش نكون واضحه وصريحه معكم البنات، حيت كاينين الناس اللي كيكومونديو عندنا واللي كيتعاملوا معنا عبر خاصيه التواصل والاتصال، خاصنا نكونوا واضحين معاهم. وبثلاثه تلوينات لي ميني اوغ اللي كيجيو بواحد لا بوند ايلاستيك كتجي من الخلف تبارك الله باش كتقبط الاوغ، كما قلت لكم ثلاثه تلوينات البنات بواحد لا سوميل كومبونسي بواحد الفورير في العنيق بواحد لا بوند ايلاستيك من اللور وبثمن سولد غيبقاو لكم غير 100 درهم البنات. مي لي بوانتيغ دائما محدودين، زنوبه غنذكرهم لكم دابا. كاين هذا الموديل اللي لابسه انا في لا بوند الاستيك بقات فيه اون سول بياس في لا بوانتيغ 38. كاين هذا الموديل اللي لابسه لكم انا بقات فيه 36. شوفوا البنات انا كنلبس 36 ولكن جاتني كبيره كما شفتوا هذا الموديل، يعني غتلبسها مولات 37. وكاين فيه لا بوانتيغ 37 في الكامل و 38. شفتوا حتى هاد الموديل اللي كان لابسه لكم انا راه كتلبسوا 38 39 حتى ل 40 البنات. ثقوا بيا البنات راه كنكون صريحه وواضحه معكم، انا راه كنلبس 40 وها هي جاتني، حيت لو شارم ديال لي اوغ هكا فتلبسها مولات 8 ومولات 9 وحتى مولات 40. وبلي صابو ميديكال البنات غندخلوا لكم لهاد الفقره هذه بواحد التلوينه ولا اروع، لون ينسيك في لون. شوفوا معايا هاد لاكولور اللي لابسه لكم انا لاكولور شامباني حبوبات، بواحد لاسوميل كومبونسي ترو كونفورتابل، بواحد لاغارنيتور غيانا دير فلافينيسيون. البنات كما كنقول لكم دائما لي بوانتيغ بقاو عندنا محدودين، مي الثمن الا سمعتوها البنات ما غتصدقوش ولكن غير صدقوا الا 80 درهم حبوبات. بالنسبه لي بونتيغ في اي لون غنذكرهم لكم زنوبه. بالنسبه لي بونتيغ البنات كاين هذا الشومبان هذا اللي لابسه انا بقات فيه لا بونتيغ 41 وبقات فيه لا بونتيغ 39. كاين هذا الموديل هذا اللي كنت لابسه لكم انا فيه البيج 37 والكامل ديالو 78. كاين هذا الموديل هذا بقات فيه لا بونتيغ 37 وال41. كاين هذا المارون ديال هذاك اللي لابسه انا كامل باردون اللي لابسه انا بقات فيه حتى هو 41. وكاين هذا البرونز هذا حتى هو 39. ما شفتوا معنا البنات ومن بدايه لا فيديو قلت لكم ان هاد لا فيديو غيكون عندنا لي زارتيكل ابتداء من 30 درهم، كما قلت لكم ادنى ثمن في هاد لا فيديو هو 30 درهم واعلى ثمن غيكون عندنا هو 100 درهم حبوبات. وهاد المره غنحاول نختموا لكم لا فيديو بهاد الكريكس العجيبه البنات معشوقه الكل ومحبوبه الجماهير، وكما كنقول لكم ما كتجي فين تغيب حتى كتحضر بكثره الطلب اللي عليها البنات. ومن لا بوانتيغ 36 ل 40 وبواحد التلوينه جد رائعه وغير بثمن 100 درهم باش نعرف لكم في اطار السولد والهوته البنات. هاد
المره البنات راه دخلتنا بواحد لافينيسيون اللي ارقى من لي زوطخ موديل اللي كانوا دخلونا. يعني كاينه واحد لابارتي هكا كتكون في القدم البنات دخلتنا دايرين لها واحد التغليفه كوم سا كتحمي القدم من اللور، ولا سوميل ديالها راه فليكسيبل البنات. وعلى حسابي رميوها في لاماشين البنات، انا واخده فيها كما كنقول لكم دائما ثلاثه كبياسات، كنرمي وحده في لاماشين ونهز وحده. ترو كونفورتابل وبراتيك، يعني عمليه سونسيور ما كتعذبك ما كتمحنك، وغير بثمن 100 درهم. شوفوا يا البنات حتى انا لابساها معنا انا، شوفوا ما شاء الله كتجي زوينه انيقه في اللبيسه، شوفوا ليا شفتوا كتجي زوينه في اللبيسه وبخاتيك هادو. حتى لهنا البنات غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا اللي كنتمنى صادقه اننا كنا فيه خفاف وظراف على قلوبكم، وكنتمنى اننا توفقنا في شرح جميع التفاصيل الخاصه بكل ارتيكل بتفاصيله وبلي بوانتيغ ديالو وبلي بري ديالو البنات. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدونا وكيسالوا عفوا على مكان التواجد ديالنا، حنا كنتواجدوا بجوهره سيدي مو من الدار البيضاء الكبرى. بالنسبه للناس اللي كيتعذر عليهم يعني المجيء الفرع، سواء الفرع الاول او لا الفرع الثاني، بين قوسين عندنا جوج ديال الفروع البنات في نفس لونتوراج، فاحنا كنديروا خاصيه التوصيل والارسال لجميع المدن المغربيه. كنتمنى كما قلت لكم تبارطاجيو الفيديو مع جميع الاصدقاء والاحباب ديالكم، كنتمنى تخليو لينا لي كومونتير ديالكم او لي جيم ديالكم الزوينين. وحتى لهنا كنقول لكم بسلامه.